اقوى علاج للشعر الناشف والهايش والمقصف، هيعالج كل مشاكل شعرك، هيدي شعرك طريان ولمعه جميله جدا، هيعمل كده ترميم لشعرك ملوش حل. وصفه متجربه مني شخصيا والنتيجه هتبهرك. كمان هيمنع تساقط شعرك وهيخلي شعرك كثيف وطويل. ما شاء الله الوصفه بتاعت النهارده حلوه قوي. اتمنى بس ان انتي تكملي الفيديو معايا للاخر، وطبعا ما تنسيش تحط اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيوصله لاكبر عدد من الناس. اعملوا شير للفيديو علشان الكل يستفيد من الوصفه. الوصفه بجد تحفه يا بنات. يلا نبدا على طول عشان ما نتكلمش كتير. اول حاجه كده معايا وهي الحلبه. الحلبه ما شاء الله فيها فوائد حلوه جدا للشعر، فيها نسبه من الحديد والبروتينات اللي بتساعد على نمو الشعر، كمان بتمنع تساقطه، وكمان لو في شعرك قشره فهي بتعالج القشره، كمان بتدي كثافه للشعر حلوه قوي. فمن الحاجات الحلوه جدا والمفيده للشعر هي الحلبه. انا خدت حوالي معلقتين كبار او ثلاثه من الحلبه، حطيت عليهم كوبايه من الميه السخنه، ميه سخنه مغليه. كمان عندي هنا القهوه، خدت معلقه كبيره من القهوه وبرده حطيت عليها كوبايه من الميه المغليه. برضو القهوة من الحاجات الحلوة جدا للشعر، بتمنع تساقط الشعر وبتغذي البصيلات، كمان بتنبت الشعر، بتدي كثافة حلوة أو بتطول الشعر وبتعالج الشعر التالف والهايش والمتقصف. فما شاء الله الحاجتين ما شاء الله حلوين قوي. هغطيهم بقى وهسيبهم عندي لحد ما يبردوا خالص، وبعد كده هنكمل مع بعض بقية الوصفة. تاني حاجة أو تالت حاجة معايا في المكونات النهاردة وهي بذور الكتان. خدت تقريبا نص كوباية من بذور الكتان وهضيف عليهم كوبايتين أو كوبايتين ونص من المية، وهرفعهم على النار لمدة 10 دقايق. أنا عايزة أستخلص الجل بتاع بذور الكتان، وده عشان أنا كنت مستعجلة فاستخلصته على السخن. لو عندك وقت ممكن تنقعي من بالليل للصبح وتاخدي الجل بتاعه، هيكون طبعا أفضل وهتكون الفوائد بتاعته كلها موجودة في قلب الجل. انا هنا كنت مستعجله فحطيت على طول على النار وسبته 10 دقايق على النار. هنا بعد ما كان القهوه عندي بردت خالص وكمان الحلبه، فصفيت كده القهوه الاول وكمان بصفي الحلبه. انا باخد بس الميه، وطبعا البذور انا مش محتاجاها. انا هنا بصفيهم كده في حاجه عشان ارفعها على النار، كسرولة كده عشان ارفعها على النار، بس طبعا الحاجه دي بردت معايا، يعني الخليط بتاع الحلبه الميه بتاعت الحلبه كانت بارده وكمان القهوه كانت بردت معايا. عشان هنا انا هضيف معلقتين من النشا، فطبيعي ان لو حطينا النشا على حاجه سخنه فهتكتل منك، فطبعا لازم تسيبيهم لما يبردوا خالص وبعد كده تبداي تضيفي النشا. انا هنا ضفت معلقتين من النشا، معلقتين كبار بس، المعلقه مش مليانه هرميه، معلقتين ممسوحين كده من النشا. هقلب النشا بقى في الخليط بتاعي، اقلبه كويس، ادوب النشا كويس جدا، وبعد كده هرفعها على النار لمده 2 أو 3 دقايق لحد ما القوام يوصل زي ما هوريه لكم دلوقتي. المكونات كلها بتاعت الوصفه ما شاء الله حلوه قوي. بذور الكتان برده من الحاجات الممتازه للشعر، ما شاء الله برده فيه فوائد كتير جدا للشعر، بيغذي الشعر وبيخلي الشعر ينمو بشكل اسرع واطول، كمان بيدي ترطيب حلو قوي للشعر وبيعالج تساقط الشعر، كمان بيعالج الشعر التالف والهايش والمجعد. فكل المكونات النهارده بتاعت الوصفه ما شاء الله حلوه جدا للشعر. هنا كده بعد الحلبه والقهوه مع النشا وصلوا للقوام ده، طبعا ايدك فيها كده على النار، ما تسيبهاش عشان ما تكتلش منك وما تتقلش، ما تسيبهاش تاخد قوام اتقل من كده، يعني مش لازم تستني عليها لما تغلي معاكي، مجرد ما تاخد القوام ده خلاص بتقفلي النار. القوام ده كده مظبوط جدا. طبعا بسيب كل حاجه بعد ما بنزلها من على النار، بسيبها لما تهدى خالص معايا. هنا بقى الجل بتاع بذور الكتان بعد ما خلص وانا صفيته طبعا بالمصفى، والافضل ان انت تصفي الجل بتاع بذور الكتان وهو سخن عشان يتصفى معاكي بسهوله وما يتعبكيش. مصفى كده تكون ضيقه وصفيه، هيتصفى بكل سهوله. انا خدت كوبايه من جل بذور الكتان، المقادير دي مظبوطه جدا، امشي عليها بالظبط. خدت كوبايه من الجل بتاع بذور الكتان وقلبته في بقيه المكونات، ادمجي بقى كله كده مع بعض كده بالمعلقه كويس جدا علشان الجل يدخل مع باقي المكونات، هياخد وقت منك شويه بس هيندمج معاكي مفيش اي مشكله خالص. وصفه يا بنات بجد تحفه، كل مكوناتها ما شاء الله حلوه جدا للشعر. هنا بقى هبدا اضيف مجموعه من الزيوت. اول حاجه كده ضفت معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده من زيت الزيتون، وبرده زيت الزيتون من الحاجات الحلوه جدا للشعر ما شاء الله. كمان هضيف معلقه من زيت السمسم. كل الزيوت دي اللي انا هضيفها بترطب الشعر، بتحفز نموه، بتعالج التقصف والهيشان، كمان بتنعم الشعر وبتعالج كمان الشعر المجعد.
الثلاث زيوت اللي انا هضيفهم ما شاء الله حلوين جدا. ضفت هنا معلقة من زيت الزيتون، وبعدين ضفت معلقة من زيت السمسم، هضيف كمان معلقة من زيت جوز الهند. ثلاث زيوت حلوين قوي. طبعا لو متوفرين عندك هتضيفيهم الثلاثة، لو مش متوفرين عندك وعندك زيت زيتون ضيفي معلقتين من زيت الزيتون. هنا انا بضيف معلقة من جوز الهند بس، تقريبا الزيت كان خلص عندي فتقريبا انا حطيت نص معلقة بس مش معلقة. برضو هبدأ اقلب كده وادمج كده الزيوت كلها كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وصفة تحفة هتستخدميها على شعرك، الشعر هيكون مغسول قبل ما تستخدمي الوصفة. تغسلي شعرك الاول وبعد كده تمسكي شعرك بقى تقسميه كده يعني جزء جزء، هتاخدي كل جزء كده من شعرك وتبدأي تحطي فيه الوصفة بتاعتنا. طبعا هتاخديها كده تحطيها من الجذور لحد كده ايه الشعر كده، يعني تمشي على الشعر كله من اول الجذور لحد تحت ايه خالص لحد اخر شعرك، وبعد ما تخلصي اللي هيتبقى كده حطيه على شعرك كده من بره. بصوا يا بنات القوام بتاعه ما شاء الله حلو قوي، انا بحاول اوريه لكم عشان تشوفوا قوامه وهيبقى عامل ازاي. بعد كده هتلفي شعرك بكيس او بونيه او اي حاجه، يعني المهم غطي شعرك كده كويس وسيبي كده الخلطه دي على شعرك لمده ساعه، مش اقل من ساعه، لو تقدري تسيبيه اكتر من ساعه سيبيها مفيش اي مشكله. بعد كده بتغسلي شعرك عادي خالص، والوصفه بتكرريها مرتين في الاسبوع، وامشي على الوصفه دي كده لمده شهر او شهرين هتلاقي نتيجه ما شاء الله حلوه قوي. وصلتي معايا لحد هنا تنسيش تحط اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو، وما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. يلا باي باي.